يذهب العقول. يقول له واحد يهرجونه ويسولف وهو ياكل، قال ضرس اللي يقبع ما يسمع، فكوني وشرك. هو صحيح صحيح. فدائما يا جماعه في بيوتنا، في مجتمعاتنا، في اماكن عملنا، والله انك من يوم تجي وتدخل الايجابيه على الناس والكلام الطيب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الكلمه الطيبه صدق صادق، ولا تحوجنا يا اخواني لشيء. لكن والعياذ بالله يدخل لك بعض الناس وحتى بالبيوت، لا من دخلنا لا والله ان الواحد من غير اوامر، قم شل حطوا، ليش ذي مولعه، ليش ذي مسويه، ما عندنا شيء من الاحتواء. اول امس ابث في منصه من المنصات فتكلمت، يعني قلت الرجال اللي يضرب ايش زوجته، يعني ما فيه يعني رجل يعني عنده غيره وعنده كذا، يا اخي انت خذيتها من بيت اهلها بطيب وبحشمه، وهي اللي وافقت عليك اصلا، يعني هي اللي قالت تم ما عندي مانع، وفي النهايه اما تكلمت عليها كلام ولا ما جيتك عليها. فشاركني واحد واحده قالت والله انا عندي بنت خالتي اللي صفقها زوجها كف وردت لها بكف وطلقها، وبعدين تراضوا وتعاهدوا انهم ما عاد يصفقون بعض. وش الفحده؟ يقول واحده واحده والقلوب اصحاح. ف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يا اخواني نجلس في بعض المجالس قد تقابل فلان من الناس في عمل في مكان وتسولف معه، يوم تطالع فيه قد تكلم واحد مع جنبك تقول والله يا اخي كاني اعرفه من ايش؟ من سنين، ارتحت له، وواحد معك تعرفه ولا قريب ولا من الجماعه، لكن لا دخل حسيت بقبض في قلبك وتقول والله يا اخي هذا لا هضمته ولا نزل لي من ايش؟ من زور. يقول لك يا اخي سوى لك شيء؟ قال تقول لا والله ما سوى لي لكن انا ما. فهذا مقياس قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأرواح وجنود مجندة أبد لثبول بين يديكم. والله نبي شيء من الجديد، من جديدك أبو عبد الله. والله كله جديد، إن بغيت قصص وإن بغيت أشعار وإن بغيت، طبعا أنا ماني بشاعر، أحفظ للرجال شرواكم شرواك الطيب، وإن بغيت بعض المواقف الجميلة كلها، إن بغيت قصص طريفة وإن بغيت قصص في شيء محزن. اي والله واجد. لا حول والله في لا لا لكن احنا نقول احنا نبغى البهجه، نبغى السالفه الطيبه، في شيء محزن على طول. الله يسعدك، انت ابو الابتسامه يا ابو عبد الله. الابتسامه لكن اللي اسلوبه يعني على قولتهم ما عنده اسلوب، كيف يتعلم اسلوب؟ يا اخي ما هي وانا اخوك من معاشره الرجال، والله يا جماعه اني ما تعلمت السوالف ذي والعلوم إيه؟ الا جلست مع مثلكم وشرواكم في مجالس الرجال اللي الان احنا نفتقدها بسبب الجوالات وسائل التواصل هذه، تراها خرمت مجالسنا من اول. لا هرج الكبير كل من في المجلس، والله يرحم والدي ووالدكم ووالد كل مسلم، انه لا منه جلسنا انه ينشدنا عن السالفه الجيده، لا من رحنا البيوت وش قال الرجال الشايب الفلاني وش قال الفلاني، من باب انك تحرص على انك تسمع تجارب وقصص، يعني ما هي سهلة، بل من القصص الجميلة يعني، وفي نسائنا وفي هذا البلد المعطاء، في ذا البلد الخير، امرأة أيام الفقر كانت كريمة لكن عندها زوج بخيل ما يبغى الناس ولا يبغى الضيفان، في يوم من الأيام كأن هم في بيت شعر وعندهم شاتين، وجاك ذولك الضيوف معهم شيخ قبيلة أربعة مدري خمسة، ومروا على ذا البيت وتن فيه جو مطر وهتان، سلام عليكم أظهري المرح عليكم السلام يلا حيهم أرحبوا. قالوا وين رجال وين رجال البيت؟ قالوا والله رجال البيت موجود، قلطوا حياكم الله القهوة، وهم شفقانين للقهوة وعمسانين وتعبانين، قلطوا وسوت بنت الأجواد قهوتها وعطتها رجال، وقامت سحبت وحدة من ذا الشاتين اللي من غير تتغذى هي وزوجها وعيالها عليه، وهي تذبح الشاه وهي تنطلها قدامها، قالت من هو النشوي اللي منكم يقوم يسنع غدا؟ قالوا ليه يا بنت الحلال وين رجلت؟ قالت ما غاب الا بثيابه، سنعوا غدا. والله قام واحد نشمي وبشط على طاري الاكل وضبط ذبيحته
وحطوها في القدر وهي تطبخ، يوم عاد بتنجح بتنجح، لا والله ان رجلها يوم جاء يوم شاف الذبيحة وشاف، لا والله يوم انعمس وانعمت عيونه، خليها فوق ولا رحب ترحيب بارد، ما هو ذاك الترحيب اللي اي والله ما عجبه، يعني في جوع وفي فقر وذابح تنشات عيالها وتقومين تذبحينها انت صاحي ولا مجنون، كان قدمتي لهم تمر ولا، المهم قلط الرجال ورحبهم ولا يدري من هو وجالس ما خاطره ما بزين، والرجل لاحظ قدم الغداء ورحب ترحيبا وياكلون وتنهم ياكلون من جلده تنهم ما ياكلون من ال، اخلصوا وكرموا الرجال تقهووا وجوك ظاهرين، ويوم جو ظاهرين وهو يلزم الخيزرانه وهو يقوم يلسع ايش؟ الحريم المراه يا الفعاله يا التراكه انت فيك اللي فيك يا البخيله يا تذبحين حلالنا، سمعها واحد من الاخر واحد وهو طالع سمع ضربها وسمع علومهم وهو يلتفت قال يا فلان يا رجل اللي عندك ما تنضرب اللي عندك تكرم، هذه بنت رجال وبنت شيوخ تستاهل رياجيل ايش اللي تضربها، فخجل الرجال يوم سمع الرجال قال، وهي تظهر المرأة قالت يا ولد على هونك على هونك أنت والله لو تدري وش يضربني له، قال وش يضربت له يا بنت، قالت يقول ميدي ليه ما ذبحتي ثنتين وانت ذابحت لهم واحدة، أنت ما فيك خير، تبغى تستر رجلها تبغى تبين، بعض النساء تقيم رجلها فعلا، قيل وراء كل رجل عظيم امرأة، تبغى تقومه لكن بعض الناس تقومه ولا ما تقومه طافي اي والله يوقع على ويخمع ويخمع، المهم والله قال الرجال كثر الله خيره وكثر الله خيره، وقعدوا اسبوعين ما ادري ثلاثه، والشيخ هذا يجيب لها ناقتين وقعود ويجيبون لهم عشر من المنايح وفحولها معها ويجيبونها، قالوا هذه هديه مرتك اللي تستاهل واللي ضيفتنا بيض الله وجيها، في كرمنا وطيبنا، وهي قلة البخل يعني في بعض، لكن بعض النساء عن قومة بعض الرجال حقيقة، لا في أدائها ولا في علمها، هذه بعض السوالف وبعض العلوم. أنا والله طاقين الجوع والله.